السلام عليكم الإخوة الأخوات الأحرار، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. كنعاودو نطلبوا من الأحرار اللي مازال ما اشتركش في القناة الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس باش يوصلكم الإشعار أننا نشرنا شي فيديو جديد، وكذلك اللايكات والبارتاج اللي يقدر يبارتاجي الفيديو. اليوم الخوت هذا الموضوع، هذه مدة وانا تنفكر واش نجاوب حميد المهداوي أو لا ما نجاوبوش. واحد الراس كان كيقول لي جاوبوا، واحد الراس تيقول لي ما تجاوبوش، ولكن في النهايه قررت انني نجاوبوا، خصوصا ان الامر كيتعلق بيا، وان حميد المهداوي دوز عده مغالطات اليوم وجب تصحيحها للراي العام. فانا كنتوجه اولا لحميد المهداوي وتنقول له انا راه ما عندي معاك حتى شي مشكل، شخصي، انا كنتقدك على داكشي اللي قلتي، على داكشي اللي خرجتي من الفم ديالك، صافي، وخاصك تقبل النقد وما تاخذش هادشي كانه امر شخصي ولا شي حاجه. فهنا حميد المهداوي خرج في واحد الفيديو تيقول انني انا خرجت دفعت على الزوجه ديالو بخصوص ديك القضيه ديال داك دفتر الوساخ اللي صباحا مساء كيسبلو في الزوجه ديالو، كينعت الزوجه ديالو بابشع النعوت. راكم كلكم شفتوا كيف بدا يقول له بو 20 ما بو 20، الزوجه ديالك علاش جبت الزوجه ديالك، وهل اتاك حديث الكنبه، وداك التخربيق الخاوي، داك الشيء ديال الخبثاء. ولكن هنا حميد المهداوي، اول حاجه انا ما خرجتش كندافع عليك انت، لا لا لا، انت عندك تبارك الله الفم ديالك، وانت كتقدر تخرج تدافع، وانت كتخرج ماشي تدافع على راسك، انت كتدافع على راسك، كتدافع على المملكه البنانيه، وكتدافع كاع على الحموشي، على رئيس الاجهزه القمعيه كتدافع له نتايا. ولكن حقيقه انا دافعت على الزوجه ديالك، ماشي حيت هي الزوجه ديالك، لا 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 اخي حميد المهداوي، انا دافعت على واحد المراه، مرأة مغربية، وتقدر تكون كاع ماشي مغربية أو لا كيف ما بغات تكون الجنسية ديالها، ولكن امرأة كنعرف عليها أنها حرة، أنها شريفة، وكنشوف واحد دفتر الوساخ كينعت فيها وكيسب فيها صباحا مساء. فما قدرتش نصبر، هذا هو الطبع ديالي، أنا مربي هكذا، ما قدرتش ما ندافعش على ديك المرأة المغربية. وهذاك دفتر الوساخ اللي كينعتها بداك الشيء هذا، هذاك ماشي راجل، هذاك مشموت، هذاك خبيث، وحقير، فيه جميع الصفات الخبيثة تجمعات فيه. ولكن السي حميد المهداوي، أنت باغي دير واحد المقارنة، وبغيتي تقارني مع داك دفتر الوساخ، منين قلتي انني انا خرجت وبديت كنسب في واحد الزوجه ديال واحد المسؤول في المغرب، وداك المسؤول كتعرف عليه انه متدين، وانه كيصلي، وانك سمعتي شي اخبار على انه متبع خوه اللي متدين، وان هذا المسؤول الامني اللي هو الحموشي هذا، بغيتي تتصوروا لينا في واحد الصوره ديال ملاك زويون وكيصلي وكل شيء فيه الصفات الحميدة، وقلتي باللي انا تهجمت له على الزوجة ديالو. لا 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 السي حميد المهداوي، اجي نبداو معاك من الاول، انا بعدا ما تهجمتش له على الزوجة ديالو، انا جبت واحد الخبر اللي هو خبر حقيقي من فرنسا، وهو هذا المجرم، هذا الجلاد عنده جميع المنابر والعبيد والشيخات والعاهرات والمندسين ودفاتر الوساخ، عنده كل شيء موجود باش يخرج ويجاوب او لا يكذب او لا يمشي يلتجأ للقضاء. فين هو المشكل؟ حنا جبنا خبر يقين متاكدين منه اكثر من مليار في المية. الناس اللي عطاتنا الخبر ماشي ناس كتلعب خي حميد المهداوي، الناس شافوا بعينيهم، ناس كانوا خدامين في ذاك الاوتيل،
كلشي داز تحت الاعيون ديالهم. هنا فرق كبير ما بين واحد جايب معلومه من مصادر بارزيه، وما بين واحد دفتر الوساخ كيسب لك صباحا مساء في الزوجه ديالك، كيضرب لك في العارضه ديالك. هذا فرق كبير حميد المداوي. واجي لهنا اخويا، ياك انت دابا تجيك النفس وقلتي اي واحد تيهضر تيدخل في الاعراض وكيدير في هذا الشيء، هذاك ما كتبقاش تهضر معاه، ما كتبقاش تجبد الاسم ديالو. وعلاش كتجبد الاسم ديال عبد اللطيف الحموشي الزويون، عبد اللطيف الحموشي المتدين، عبد اللطيف الحموشي اللي كيصلي، عبد اللطيف الحموشي المتاثر بخوه اللي كيصلي وكينوض الفجر كيصلي؟ ها هذا عبد اللطيف الحموشي الزويون اللي كيصلي واللي غادي للحج، هذا اللي هو زويون، هذا عبد اللطيف الحموشي زويون كيصلي زويون وضريف. هذا علاش كتجبد انت الاسم ديالو؟ واجي نذكرك اوليدي، هذا ماشي هو اللي كان كيصورني انا والزوجه ديالي في غرفه النوم في لوطيل لاتور حسن بالاس ديال الرباط. وانا ديك الساعه فين؟ انا في ضيافه من يدعي انه امير المؤمنين كذبا وبهتانا، كيدعي انه امير المؤمنين، مجرم حميد السادس مورس نظره، كما خلاها الممثل ديال البورنو الجزائري نورزينو هو صاحب هذه المقوله الشهيره ديال ام حميد السادس مورس نظره. اذا انا في ضيافه من يدعي انه امير المؤمنين، وسمعتي التسجيلات ديال وزير الداخليه تيقول لي اجي، احنا ماشي غادي نديروا لك بياج، ما يمكنش. سمعتي التسجيلات مع المدير العام ديال الاستعلامات العامه تيقول لي il faut profiter de l'occasion اجي مرحبا بك اجي. وزير الداخليه كيهضر مع الزوجه ديالو تيقول لها راه الملك اللي كلفني انني نستقبل زكريا المؤمني، ايوا حنا جينا تايقين في الاستدعاء ديال الملك محمد السادس، وفي الاخر كيتبين انني ما جيتش عند ملك ديال الدوله ملك محمد السادس، لا جيت عند واحد المراهق سميتو حميد السادس مول الصنيدي، لا كما خلى هذاك الممثل ديال البورنو الجزائري الجنسيه اللي سميتو نورزينو اللي دخل المغرب ودار الملكيين الزيت الريض ورجع لاسبانيا وكيتبورد عليكم. اذا هنا اخي حميد المهداوي، علاش ما قلتيش ان هذاك عبد اللطيف الحموشي اللي هو اللي صورني؟ شكون اللي صورني تما كينات؟ شكون اللي صورني؟ هو اللي صورني عبد اللطيف الحموشي، هو اللي صورني في الغرفة ديال النوم في الأوتيل لاتور حسان بالاس ديال الرباط أنا والزوجة ديالي. ومن بعد راكم شفتوا عطانا الدليل والإثبات، عطانا المرة الأولى الدليل وعطانا المرة الثانية الدليل القاطع الساطع المانع. المرة الأولى الدليل اللي عطاني هو صيفط لي التصاور كيتهدد عليا بهم باش نسحب الدعاوي من المحاكم الفرنسيه في 2014 في فرنسا، صيفط لي صور بورنوغرافيه مفبركه. واش هذه الدوله اللي كيصيفط لك رئيس المخابرات صوره مفبركه بورنوغرافيه شد فيها القضيب ديالي؟ واش هذا راجل؟ واش هذا ماشي اكبر مشموج؟ واش هذا ماشي اكبر مجرم؟ واش هذا ماشي اكبر مبتز؟ تيتهدد عليا وتيبتزني تيقول لي الا ما سحبتيش الدعاوي ديالك ضد هذاك المجرم ديال عبد اللطيف الحموشي والجلاد الاخر المجرم منير الماجدي الكاتب الخاص ديال الدكتاتور محمد السادس، الا ما سحبتيش الدعاوي غادي نشروا هذا الشيء، غادي نردوه بوبليك، فهمتي؟ ومن بعد راكم شفتوا الفيديوهات اللي خرجوا اللقطات، لقطات داكشي اللي ملصقينو داكشي ديال الفبركه اللي مفبركين ومقادينو، راكم شفتو دليل قاطع ساطع مانع على ان المخابرات، على ان هذا عبد اللطيف الزويون اللي كيصلي اللي متاثر بالاخ ديالو وكينوض يصلي الفجر، وهذا الزويون هذا راه كان كيتجسس عليا
في غرفة النوم أنا والزوجة ديالي وكيصورني كيصور وكيدير لي الفبركات الأفلام ديال البورنو. وهذا هذا أخي حميد المهداوي، وعلاش ما بقيتيش كتجبد الاسم ديالو على الفم ديالك؟ هذا هذا ماشي عصف الأعراض، وهذا وهذا راه دخل كيتجسس كيتفرج فيا اش كندير انا والزوجه ديالي في غرفه النوم وكيصورني وكيبتزني بالتصاور البورنوغرافيه مفبركه. هذا ما بالكش انت هذا الشيء يا حميد المداوي؟ بالك يلاه زكريا اللي دافع على واحد المراه مغربيه اللي هي الزوجه ديالك مع لود واحد دفتر الوساخ كيسب فيها صباحا مساء كيضرب ليها في الشرف ديالها وفي العرض ديالها، بالك تخرج تقول ان هذاك انا ما كنجبدوش، هذاك ما كيتذكرش، وحتى الاخر ما بغيتش نجبدو لان اي واحد انا كيعس في الاعراض ما كنبقاش نجبدو. هذاك كيضرب في واحد العرض ديال واحد المسؤول كبير، وشويه دخلتي وليتي كتمدح لينا وكتطبل لينا على عبد اللطيف الحموشي، رديتيه زويون، رديتيه ظريف، رديتيه كيصلي كينوض الفجر متاثر بخوه متدين، ودرا النفاق بعينيه. ها حميد المداوي هذا راه سميتو النفاق بعينيه، هاد عبد اللطيف الحموشي الزويون الظريف الفنيون اللي كيصلي الفجر كيدير هادشي كامل، هادشي كامل تيديرو، وراه هو اللي كان كيتجسس عليا وكيصورني انا والزوجه ديالي في غرفه النوم. واش تقول على هذا؟ منين انت كتقول هي اللي كيضرب في الاعراض واللي كيسب، هذاك ما كتبقاش تجبد الاسم ديالو وصافي، وهذا اللي كيدخل يتجسس عليك شنو كدير في غرفه النوم انت والزوجه ديالك، او كيصور لك الافلام وكيفبرك لك الافلام البورنوغرافيه وكيصيفط لك تصاور مفبركه ديال البورنو كيبتزك بها، هذا شنو كتقول عليه؟ اذا هذا هو الحموشي الزويون ديالك، هذا هو الحموشي المتدين ديالك، هذا هو الحموشي المتاثر بالاخ ديالو اللي كيصلي واللي كينوض يصلي الفجر، هو هذا. هذه هي الدعايه اللي كدير لنا، هذه هي الدعايه اللي كدير لنا لهذا المجرم لهذا الجلاد. واجينا هنا جينا هنا حنا نمشيو للزوجه ديالك، هاد عبد اللطيف الحموشي الزويون الفنيون اللي كيصلي المتاثر بالاخ ديالو، هذا ما كيشوفش داكشي اللي طاري للزوجه ديالك؟ ما كيشوفش داك دفتر الوسخ يوميا صباحا مساء كيضرب لك في العرض ديالك، في العرض ديال الزوجه ديالك، في الشرف ديالها؟ ايوا هاد عبد اللطيف الحموشي الزويون راه هو العين التي لا تنام، راه هو حارس المملكه، راه هو اللي كيعاون فرنسا والبرتقيز والانجليز والطاليان والالمان وامريكان والمريخ، حتى هو تيعيط تيقول لهم شو تمشيو لديك الزنقه ديك الدار غتلقاو فيها واحد الارهابي مخبي تما كاينات، قال لك وكيمشيو وكيشدو كيلقاو. وهذا العائلة التي لا تنام، هذا سوبرمان الحموشي اللي عارف اش واقع في المريخ وما كيشوفش هذا الشيء اللي صباحا مساء كيطرى مع الزوجه ديالك، ما كيشوفش هذا الدفتر الوسخ صباحا مساء كيضرب لك في العارضه ديالك. ويا قلتي انت ان هذا الحموشي، هذا الحموشي الزويون اللي كيصلي متاثر بالاخ ديالو المتدين، هذا قلتي ما يقبلش انه يتضرب في الاعراض، ما يقبلش هذا الشيء. هذا هو هاد الحموشي، هاد العائلة التي لا تنام، ما كيشوفش هاد الشيء اللي طاري، ما كيشوفش أن داك دفتر الوسخ صباحا مساء نازل لك على الزوجة ديالك، ما كيشوفش هاد الشيء هذا، ها؟ إيوا كيفاش؟ أولا كيشوفو وساكت، حيت هو كيشوف كلشي الحموشي، الحموشي عارف كلشي، قبل ما كتنمو الخلية في المغرب كيمشي هو يشدها كيفككها، مازال ما بداتش، فككها، وهاد الشيء هذا ما كيشوفوش، يعني كيشوف هاد الشيء هذا وشنو؟ وساكت. يعني مجرم، يعني خبيث، يعني حقير، يعني مشموت اللي ما تجيش الغيره على مراه، حيتاش امراه هي واحد الكائن لطيف، ما كنهضرش هنا على العاهرات، ما كنهضرش هنا على دوك العاهرات اللي طلقهم النظام علينا، دوك العاهرات الخيبوعات الشرفات، النظام الخبيث باش كتعرف الخبث ديالو كيمشي لك يجيب لك اخبث ما كاين كيطلقهم عليك، كيمشي لدوك العاهرات الخيبوعات الشافات اللي هرب عليهم، ماشي التران هرب عليهم، ما عرف شي حاجه اكثر من التران هربت عليهم، الجمال هربوا عليهم، كيمشي يجيبهم لك هما، قال لك هما اللي باغين يطيحوك، وانت اللي مشات تطيحاتني شي خيبوعه شارفه من دوك العاهرات هذوك، راه خاصهم نقول لهم انا حكموا عليا بالمؤبد، انا نيت خاصني عقاب ديال المؤبد الا طيحاتني بحال هذيك. اذا
هذا النظام الخبيث الحقير كيجي به الخبثاء الحقيرين بحالو. اذا هنا اخي حميد المهداوي جاوبنا، قول لنا شنو ما رايك في هذا الشيء هذا. دابا ديال الحموشي مع الزوجه ديالك، واش انت هما نازلين لك على الزوجه ديالك صباحا مساء، وانت مازال كتخرج كتطبل كتطبل الحموشي زويون ظريف كذا، وبزاف اصاحبي هذا الشيء هذا. راه ما حدك انت كتطبل وما حدهم هما كيزيدوا، لان عارفين كتنافقهم. ما يمكنش، واش انت دابا حميد المهداوي الصحفي حميد المهداوي وانت راه كتفهمها وهي طايره، وانت دابا ما فاهمش زعما اللعبه، ما فاهمش زعما شكون اللي طالع عليك داك العمليه الاستخباراتيه، ما عارف زعما انت حامد المداوي، وراه هما حتى هما راه عارفينك عارف، وملي كيشوفوك كطبل بزاف كيقولوا هذا كينافقنا، زيد 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 عطي 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 زيد طلق طلق اكثر، زيد 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 عطي عطي ورك عليه ورك عليه اكثر. وراه بزاف اخي حامد المداوي، انا راه والله العظيم ما نبغيش لك هذه الحاله هذه، هذه راه هذه راه حاله ما بعدها حاله هذه. وعلى على سبيل سكت سكت، ما تبانش داك المجرم داك الجلاد تبقى تزين فيه تبقى تبينوا لينا مالك، راه كيصلي اضريف متاثر بخوه كينوض الفجر، مالك اصاحبي على هادشي مال، واش هذا اللي كيصلي مخلي هذاك كيصلخ لك في مراتك يوميا صباحا مساء؟ ما يمكنش هادشي هذا، ما يمكنش هاد النفاق اصاحبي، ما تبقاش تدخلني انا في هادشي، ما تبقاش تدخلني تجبدني اصاحبي، انا تعارني مع دفتر الوسخ، وعارن داك المجرم الخبيث الحقير عبد اللطيف الحموشي معاه اللي داخل كيتصور ليا كيتجسس لي على مراتي. انا من حقي نهضر على اي واحد، انايا انا من حقي نهضر على اي حاجه، واش فهمتي ولا ما فهمتيهاش؟ انا راه دخل عليا مجرم حقير عبد اللطيف الحموشي يتجسس عليا وانا في غرفه النوم وكيشجلني وصيفط لي التصاور عليا نشد شد القضيب ديالي يا صاحبي، فهمها فهمها، دخلها لعقلك مزيان يا صاحبي، عاد بقى تهضر عاد بقى تهضر. وندخل انا نتجسس ليك على الزوجه ديالك اش كدير انت وياها في بيت الناس، ونصيفط لك تصور مفبركه شاد القضيب ديالك حميد المهداوي، وقول لي تبقى تقول تبقى تقول ليه زويون هذا السيد، هذا السيد متدين، هذا السيد متاثر بخو متدين، وهذا راه بمط النفاق هذا. نتمنى التوضيح ديالي يكون وصل لعامه الناس المتتبعين، وكنعاود نقولها انا راه ما عندي مع حميد المهداوي حتى شي مشكل، انا باغي له غير الخير كما باغي الخير لجميع المغاربه، ولكن ملي كيكون النفاق ما نقدرش نصبر عليه، ما بقيتش نقدر نصبر على شي واحد كيمرر شي مغالطه، واخا يكون كيف ما بغى يكون، اسمحوا لي احنا هنا في واحد المعركه، احنا هنا في واحد المعركه ديال الحق، راه اي واحد يبان لي مرر شي مغالطه كينافق غادي نخرج نواجهه كيما بغى يكون، صديق ديالي صاحبي خويا كيف ما بغيتي تكون. هذا الشيء هذا ما فيهش يا مرحميني النفاق اولا المغالطات، راه ما يمكنش نشوفها وتبان ليا وعندي الجواب ديالها ونخليها تدوز، راه من المستحيلات من المستحيلات. اذا كنعاود نقولوها، يجب اسقاط هذا النظام الملكي المجرم الملكي الديكتاتوري الاجرامي، يجب محاكمة العصابة الحاكمة، العصابة الحاكمة كاملة بابها خاصها تجي للمساءلة والمحاكمة. وكما وعدناكم دائما الخوت، أين هي الأميرة سلمى المختفية منذ 2017 والمعنفة من طرف طليقها الدكتاتور محمد السادس؟ أين هي الأميرة سلمى المختفية منذ 2017 والمعنفة من طرف طليقها الدكتاتور محمد السادس؟ الإخوة الأخوات الأحرار، نتمنى لكم يوم مبارك، موعدنا الحلقة المقبلة، السلام عليكم، مع السلامة.